وضع الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري قدما على طريق عودته للملاعب، حيث شارك في تدريبات تأهيلية مع فريقه الهلال السعودي وبدأ مرحلة الجري وتدريبات الكرة. وذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم الخميس أن نادي الهلال توصل لاتفاق مع المحترف الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري حول تجديد عقده مع نادي الهلال لمدة موسم إضافي. يذكر أن نادي الهلال لم يحقق الاستفادة الكاملة من عموري بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في أكتوبر من العام الماضي، علما بأن عقده الأصلي مع الفريق سينتهي عقب هذا الموسم بعدما انضم للفريق مطلع الموسم الحالي قادما من العين الإماراتي بعقد يمتد لموسم واحد. وأكدت التقارير أن عموري يرى أنه لم يقدم شيئا للهلال بسبب الإصابة التي لحقت به، فيما يرغب النادي في الإبقاء على اللاعب الموهوب في صفوفه لموسم آخر. وتوقعت التقارير أن يتم التوقيع مع الدولي الإماراتي نهاية هذا الموسم، ويغيب عمر عبد الرحمن عن الملاعب منذ شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي عندما تعرض لإصابة في مباراة فريقه مع الشباب في الدور الأول من دوري كأس خادم الحرمين الشريفين. فهل سيوقع نادي الهلال مع الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن، أم سيعود هذا الأخير إلى ناديه السابق نادي العين الإماراتي؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك ومشاركة المقطع مع الأصدقاء، كما لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.